تقوم البلدية بأعمال تأهيل وتوسعة مجموعة من الشوارع ممولة من صندوق التنمية وبتوجيهات من الأخ رئيس البلدية والأعضاء وبإشراف قسم الطرق على توسعة وتأهيل مجموعة من الطرق اللي نازلة طبعا بالمشروع. طبعا من جميع الخدمات من صرف صحي، من مياه، من توسعة، من أرصفة، نعمل على توسعتها حسب ما حسب المواصفات المطلوبة. اليوم عم نقوم في تعبيد شارع ارتاح. هذا الشارع طوله 1000 متر في عرض تقريبا متفاوت من 7 الى 10 الى 12 متر ان شاء الله. طبعا هذا الشارع من عدة شوارع في من ضمن المشروع اللي قمنا بترسيه على شركة العزام، وان شاء الله خلال 3-4 ايام بيكون الشارع جاهز ومعبد جميعه. طبعا الاشراف عندنا بلدية طول كريم والتموين وزارة الحكم المحلي.